اصبر اصبر الحبيب يا جماعه برمله انت ويا ابن شايع يا مرحبا ما مرحبا ابن مانع برمله آل عاطف القحادر قحطان نعم وعبد الله ابن شايع آل كنعان عبيده قحطان نعم دعيتونا وجوكم من بني عمكم اللي قد جوكم وحنا في الساقه وافين هذا بني عمكم اللي تشوفون وجيههم من شعراء ومنشدين جايينكم في عجب عيونكم مرحبا بالعيون مرحبا لعيونكم مرحبا والعيون القناه اللي تنتمون لها مرحبا وقبل ذلك لعيون الوطن ولعيون قحطه وافين وافين نقول ارحبوا ثم ارحبوا ثم ارحبوا باسمي وباسم عبد الله بن شاعر الكنعاني واسم اخوياي كل ابوهم نكفيهم في الكلام يكفونا في الفعل مطاليق. يا ابن صليم اقول مرحبا بك لا انت ولا الربع المطاليق مع كل ابوهم كل منهم على الطاق انه زحل وين الماقف والكلام قدامك انت بقيت ابن صليم انه يجف عندنا من واقف كل عمك الغانمه واقف يجعل معده براسك والربع اللي معك اقول طبعا مرحبا مسهر اقول طبعا مرحبا مسهر سلام اقول السلام عليكم مرحبا مرحبا السلام عليكم عاشوا العيال عاشوا اقول طبعا مرحبا 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 قهب مرحبا قهب 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 السلام نظر يا الربع السلام نظر السلام نظر عليكم جميعا ما عاد وهم تحدي مرحبا بكم والله هم الله يبقيك اول اعمار اقول 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 طبعا سلامك يا مرحبا بس بيدي بس يلا حي مرحبا بكم السلام عليكم السلام نظر العهد قريب حي والله عبد الله السلام عليكم هذا مخالف جديد جديد عندك جديد الله يبقيك يا مرحبا مرحبا الله يسلم عليك كلهم اللي برا الله يسلم الله يسلم الله يهيئك الرزق بسم الله والله الكساب المراجي عوين الله يبقيك الله يسلم عليك جزاك الله بالخير